يعني طريقة شحن الجهاز طبعا عشان خاطر ليه طريقة معينة عشان الناس تجنبا لأي أخطاء ممكن تحصل أو غلطات، فيبقى الدنيا واضحة. أنا عندي الجهاز بتاعي زي ما شرحت لحضرتكم من السويبنج، ده علامة التشارجر بتاعي، وده الوايرلس بتاعي أوريدي متوصل بالكهرباء. فأنا عندي النقطة دي لازم هعمل تلامس ما بين النقطتين دول. أول ما حطيتها اللمبة بتاعت التشارجنج بتاعتي نورت أخضر، وبعد كده اللمبة دي أوريدي بدأت تنور معايا أصفر أو أورنج زي ما أنتم شايفين كده. مجرد ما اللمبه طول ما هو بيشحن والبطاريه فيها مكان فاضي هيفضل ينور بالطريقه دي. وانس ان اللمبه دي توصل ان هي اللون الاصفر بتاعي، خلاص كده معناها ان البطاريه فول تشارجنج، فمحتاج خلاص انا هشيلها من على الشاحن بتاعي وهشتغل بيها عادي جدا. دي طريقه الشحن، هي بسيطه جدا بس فيها تركه بسيطه، علشان مجرد ان انا لو حطيت الشاحن الجهاز بطريقه كده او كده مش ملامس للسنتر البتاع مش هيشحن معايا ومش هيتحرك زي ما انا لو حطيتها كده. حضرتك اكيد خدتوا بالكم ان هو مجرد ما انا حطيته نور وبدا يشحن معايا بمنتهى البساطه. دي طريقه الشحن، طريقه بسيطه جدا، واعتقد ان الموضوع هيبقى اوفر لحضراتكم من ان احنا كل شويه نشتري بطاريه عاديه. وفي كمان عندي اوبشن تاني في الجهاز، طبعا اكيد ان الجهاز ده لو انا البطاريات بتاعتي مثلا لا قدر الله حصل لها حاجه على المدى البعيد اقدر ان انا اشتغل ببطاريات عاديه خالص. يعني جبت بطاريتين من ان هم بتوع الريموت من اي سوبر ماركت او حاجه وحطيتهم برده جهاز يشتغل معايا، يعني هيشتغل بالبطاريه العاديه وفي نفس الوقت هيشتغل معايا بالبطاريه اللي تشارجر بتاعتي. شكرا.